كوثر حجوت سن 17 سنه كنقرا في دوزيام اني باكسيون جيستيون كونطابل تدريب المحاسباتي في مدينه الناظور. كندير الميك اب سينما او ما يسمى بالخدعه السينمائيه. الفكره اللي خلتني انني باش ندخل في هذا الميدان ديال الخدع السينمائيه انني من الصغر ديالي كنتفرج في الافلام ديال الرعب ديال الاكشن وكنشوف دوك الفيديوهات ديال تلمس داخل في الوجه مقطع. كنبغي بقيت جاني واحد الشغف انني باش نبحث على انه كي كيديروا باش يديروا داك الشيء كيفاش كيصنعوه وبحثت عليه وبحثت لقيت الطرق ودخلت في هذا المجال. كما قلت لكم انني بحثت في هذا الشيء وماشي قريت عليه عبر المواقع التواصل السوشيال ميديا انستغرام وفيسبوك ويوتيوب. واللي عاونني اكثر انستغرام حيت تما اللي كيعطيو بزاف ديال الطرق ديال انك كدير العجينه ديالها والطرق ديال الجرح والدم كي كدير التصنع. تما اللي تعلمت بزاف ديال الحوايج كما كنقولوا لي ماتيريال بروميير يعني المواد الاساسيه او المواد الاوليه باش كيدار داك الشيء. وبالنسبه للمواد اللي كنستعملهم كاين اللي كنديرهم بيدي انا بحال العجينه وبحال الدم كنديرو بالماء الماء والسكر والكولورون. وبالنسبه للمواد الاخرى كيجيبوهم لي العائله ديالي من الديار الاوروبيه حيت ما كاينينش في المدينه ديالي. في الاول في العائله ديالي صراحه ما تاخذوش بزاف فلو انهم جاهم داك الشيء غريب انني انا بنت ومتجه لهذا الشيء بحال فيه العنف يعني الدم وداك الشيء. كنعرفوا انه الدم كيكون غير في العنف يعني ما تقبلوهاش في الاول ولكن انه كي ملي شافوني كنرتاح في داك الشيء وكنعطي الجهد ديالي والطاقه ديالي السلبيه كنفرغها في داك الشيء يعني ساندوني بزاف. اما الاصدقاء ديالي كاين اللي ساعدني والاغلبيه ديالهم ساعدوني بزاف والاساتذه ديالي حتى هما ساعدوني بزاف منهم الاساتذه ديال الاقتصاد اللي كنوجه لهم شكر كبير استاذ جمال استاذ بداوي استاذ خالد اللي حتى هما كانوا بالمشجعين الاوائل ديالو بزاف. وهذا الشيء انهم كيخليوني نطمح نكون اكثر في هذا الميدان هذا. نوصل في هادشي صراحة لشي مرتبة كبيرة مع انه انا عارفة انه هذا الميدان هذا ما كاينش في الاخص في المنطقة ديال الريف يعني قليل بزاف وما عرفتش واش نكمل في هذا الميدان. وانا بصراحة بغيت باش نكمل فيه وبغيت نقرا عليه كتر وبغيت نولي شي وحدة اللي مشهورة بزاف ونبقى نمثل في افلام ونمثل في يعني ندير هادشي في الافلام كبار في الهوليوود بحال نعيمة البناني كما كنعرفوها كاملين اللي شرفت بالمغرب في هذا المجال في نيويورك ودابا راها في دبي. صراحة بغيت زعما هي من القدوة ديالي في هذا المجال هذا وما كرهتش نولي بحالها ان شاء الله. الرسالة ديالي ماشي غير البنات صراحة لجميع الشباب اللي في اللاج ديالي ولا اللي كبر مني كنقول لهم إلا كان عندكم شي طموح ولا شي حاجه كترتاحوا فيها ديروها يعني ما تخليوش بنادم انه ماشي نقولوا ماشي غادي نعرضوا التقاليد ولكن عندك الثقه في راسك انك غادي توصل بديك الحاجه ديرها ما تحبش تما دير الحاجه ديرها حتى توصل. ما تقول يكون داك المستقبل ديالك في داك الميدان بحال اللي كنعرف كاين بزاف ديال الشباب عندهم هنايا في مدينه الناظور المسرح والكوميديا بالاخص كاين طاقات زعما ما شاء الله. كنقول لهم ما توقفوش كملوا في هذا الشيء وما تخليوش بنادم ولا جوج انتقادات يهبطوكم بالعكس هذوكم اللي خصهم يرفعوكم الفوق ويشجعوكم اكثر. الانتقادات اكثر من الانتقادات كيشجعوك اكثر من الحاجه البوزيتيف اللي كتقال لك. بمناسبه 8 مارس كنبغي نشكر جميع النساء وجميع الامهات حيت المجتمع بدون امراه راه حاجة يعني المرأة هي الأساس للمجتمع. والله يحفظ لنا كل النساء المغربيات ديالنا والنساء العربيات ديالنا والأمهات ديالنا يا ربي يحفظكم يا رب. اللي هو العيد الميلاد ديال واحد العيد الميلاد ديال واحد الصديقة ديالي اللي عزيزة عليا بزاف اللي هي نزيهة البشيري الممثلة ديالنا والكوميديا ديالنا معروفة في الريف. كنبغي نوجه لها واحد التحية كبيرة كبيرة بزاف وغتشوفوها دابا معايا إن شاء الله. تحية كبيرة وبون كوراج والله يوفقك في حياتك والله يوفقك في قرايتك.
you.